العراق في الرياض ممثلا برئيس وزرائه سيلتقي في جدول أعماله عددا من زعماء الدول المشاركين في هذا المنتدى، إضافة إلى ممثلي شركات عالمية كبرى. ما الذي يمكن أن تعود به هذه المشاركة على العراق أستاذ بسان؟ سيدي الكريم، أنت تعلم والكل يعلم أن العراق لديه الآن يعني محورين أساسيين يطرحهما على الدول في هذا المنتدى الاقتصاد العالمي. المحور الأول هو موضوع الطاقة، باعتبار أن العراق أحد الدول المنتجة للنفط ودولة مهمة من دول أوبك، والعالم يعني مهتم بموضوع الطاقة، والعراق لديه يعني هو بحاجة إلى الحصول على الاستثمارات الأجنبية في مجال الشركات النفطية وتمويلها وجذبها إلى العراق. المحور الثاني الذي ممكن أن يعني أن يطرحه البلد بممثليه في هذا المنتدى الاقتصادي هو مشروع التنمية، وهذا مشروع التنمية تعلم أنت والكل يعلم أيضا أنه طريق استراتيجي، هو الآن يعني طريق استراتيجي محوري في المنطقة. هذا هو ممكن أن يساهم، يعني دول الخليج مهتمة به، ونحن شاهدنا في الزيارة الأخيرة للسيد رئيس وزراء تركيا أن قطر والإمارات كانت متواجدة ضمن اتفاقيات مبدئية ومذكرات تفاهم، وهذا الطريق ممكن أن يربط أولا الخليج بتركيا ثم يربط العراق من خلال تركيا بأوروبا، ويمكن أن يكون طريقا محوريا لنقل السلع والبضائع بالإضافة إلى إمدادات النفط عبر الأنابيب. طيب، المتحدث باسم الحكومة قال إن رئيس الوزراء العراقي سيحمل في جعبته مشروع طريق التنمية الحيوي والمهم للمنطقة، والذي سيربط الشرق بالغرب. اتفاق الإطار وقع مع أطراف ثلاثة كما تعلم، تركيا، الإمارات وقطر. هل تعتقد أن أطرافا أخرى قد تدخل في هذا الإطار؟ وهل هناك ثمة معترض على إنشاء هذا الخط؟ سيدي الكريم، يعني أنت تدرك ونحن كعراقيين ندرك أهمية هذا الطريق. الحضور التركي الأخير والقطري والإماراتي هو ضمن رؤية ممكن أن نعتبرها الآن هي إقليمية، لأنه نحن الآن في بلورة رؤية المشروع. هذه البلورة ممكن أن تتسع وتشمل دولا متعددة، خصوصا أن تركيا تعتبر هي معبرا باتجاه الأسواق الأوروبية والدول الأوروبية، فممكن من خلال هذا المؤتمر أن تدخل الدول الأوروبية بشكل مباشر على طريق مشروع التنمية. هذا هو الهدف الأساسي. طريق التنمية طبعا هنالك بعض الدول قد تعتبره يعني ممكن أن يهدد بعض مصالح. مشاريعها في مجال الطرق، لكن بلا شك أنه طريق محوري، والعالم لا يمكن أن يختصر بطريق واحد. يعني هو اليوم هو طريق التنمية سوف يكمل قناة السويس ويكون عاملا إيجابيا لاستقرار السلع والبضائع عالميا، فأي طريق هو يعني بالنهاية هو يهم المصالح الدولية وفي إطار التعاون الدولي، لكن موضوع إكماله وبناء هذا الطريق وأن يتحول من رؤية إلى يعني منطلق على أرض الواقع هو يحتاج إلى تخصيصات ويحتاج إلى دعم ويحتاج إلى تفاهمات. الظروف الآن تؤكد أن هنالك رؤية إقليمية وتفاهمات على أن يمضي هذا الطريق وأن يكون العراق هو المحور باتجاه مرور البضائع من دول الخليج إلى القارة إلى تركيا ومن ثم إلى القارة الأوروبية. طيب.